الإمام الليث بن سعد العالم الكبير المصري المولود سنة 94 هجريا ومتوفى 175 هجريا، مدفون في منطقة عين الصيرة في مصر القديمة. كان عنده عادة في الإنفاق هي مش فرض على أي حد فينا، لكن الظاهر إن هو وجدها بابه إلى الله. هو كان غني، لكنه مع غناه كان عنده قدرة على ترك المال، وكان كلما ترك المال للفقراء والبسطاء كان ربنا بيغنيه ويخلف عليه. الإمام الليث بن سعد إذا أعطى أغنى، ودي كانت عادته، وكان بيحب الدعوة اللهم أعطنا حتى تغنينا، وكان بينفذها مع الفقراء. كان يطعم الناس في الشتاء الهريسة بعسل النحل وسمن البقر، دي أكلة غالية جدا وقتها، وفي الصيف كان يأكلهم سويق اللوز في السكر، أكلة غالية جدا وقتها صعب جدا على البسطاء يحصلوا عليها. أما هو كان يأكل الخبز والزيت. وفي يوم من الأيام جات له ست وقالت له يا شيخنا إن لي ابنا مريضا يشتهي أكل العسل. فقال الليث يا غلام أعطيها مرطا من العسل. المرط ده 120 رطل عسل. وكان مع المرأة إناء صغير بتاخد فيه العسل، فلما رآها الغلام قال يا شيخنا إنها تطلب قليلا من العسل. قال نعم إنها طلبت على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا، وأمر لها بالمية وعشرين رطل عسل. سبحان الله، لعله كان بيأكل الناس الأكل الغالي ده عشان ما يخليش البسطاء أبدا عمرهم يشتهوا حاجة وما يقدروش عليه، دوقهم اللي ما يقدروش عليه، أغناهم عن اشتهاء حاجة بيشوفوها في إيد الأغنياء. ولعله إدى الست برميل العسل الكبير ده عشان يغنيها، كان يعطي حتى يغني، يمكن ما تحتاجش تطلب من حد طول السنة عندها برميل عسل، أو يمكن تبدأ بيه شغل جديد تعمل فطاير عسل مثلا ويبدأ يخش لها دخل، فكان يعطي حتى يغني. لكن الحقيقة إن عنده يقين عجيب في خلف الله تعالى عليه، لأن ربنا وعد اللي ينفق ربنا يخلف عليه. كان عنده أرض زراعية الليث بن سعد بتدخله 80,000 دينار في السنة، وكان ليه مجلس شهير في يوم مجيء إراد الأرض، كان يقسم 80,000 دينار لأكياس صغيرة ويقسمها على فقراء البلد بتاعته، لدرجة إنك تعدي عليه السنة وما يوجبش عليه زكاة مال، معهوش فلوس عشان يزكي، لأن أنت عارف إنك أنت عشان تزكي لازم يكون عندك أكتر من حاجة اسمها النصاب، 80 جرام من الذهب، كان بيطلع فلوسه كلها فلا توجب عليه زكاة مال. واحد يقول لي على فكرة أنا لو ربنا بعت لي 80,000 دينار شوف هعمل إيه وهأنفق إزاي، أقول لك ربنا يتقبل منك النية الحلوة دي، بس صعب. الإنفاق على الغني اللي عنده فلوس كتيرة ساعات بيبقى صعب، لأن الفلوس الكتير بتزغلل العين وبتشجع الإنسان على الإكثار. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. على فكرة إنك أنت تعطي حتى تغني ده مش مطلوب منك، أنت مطلوب منك إنك تبذل الوسع مع اليقين. يعني إيه؟ يعني مثلا لو هتطلع جنيه خليهم اتنين عشان الراجل البسيط ده يجيب سندوتش يشبعه، لو هتطلع خمسة لو قدرت تخليهم عشرة عشان الراجل الغلبان ده يعشي عياله طبق فول كبير كده يكفي الخمس أفراد في الأسرة. خلي القميص اللي هتطلعه جديد بلاش يبقى منهك ومتقطع عشان الشخص اللي تديهوله تغنيني يروح يشتري، خلاص انت جبت له حاجة تبقى مناسبة تعيش معاه طول السنة. حتى خليك كريم في النصيحة، لما تيجي تنصح حد انصح نصيحة تغنيني يروح لحد تاني، ودي اللي بيسموها نصيحة الحكيم. يوم بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر، كان ممكن يهز راسه نعم، كان ممكن يقول يجوز، لكنه كان كريم في النصيحة، نصيحة مغنية، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، صلى الله عليه وسلم أكرم من نصح. الأجمل إن سيدنا الليث بن سعد ما كانش بس بيعطي حتى يغني مع البسطاء، ده حتى كان بيعطي حتى يغني مع أصحابه الميسورين الحال. مرة الإمام مالك بعت له قال له أنا عايز أدخل ابنتي على زوجها بشيء من عصفر لون كده جميل ليه ريحة، فبعت لي 30 حمل عصفر، بعت له كمية ضخمة مش مجرد كوب أو مجرد إزازة، بعت له حاجة تكفيه هو وعيلته كلها. عندي واحد صاحبي لما بيبقى قابض ماشي بعربيته كده فيلاقي ست غلبانة قاعدة بتبيع بيض ولا جرجير، يقوم شاري منها الفرشة كلها بكام بالنسبة له 50-70 جنيه يقدر يطلعهم هو، لكنه هيغنيها أنها تقعد في الشمس طول اليوم، فكان يعطيها حتى يغنيها. اعملها مرة ولا مرتين في حياتك وشوف أثرها قد إيه.
على أن ربنا يخلف عليك لأنك تعطي حتى تغني، فربنا يقول لك أنا أولى بذلك منك فيعطيك حتى يغنيك. اللهم يا رب أفض علينا من وفير النعم، ومن علينا بأخلاق أهل الكرم، وادفع عنا يا مولانا شر ما خبئ لنا في الأقدار.